لهذه المقابلة الخاصة مع رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي. دكتور رئيس، شكرا على هذه الفرصة. أهلا وسهلا فيك، مساء الخير. دكتور رئيس، وصفت زيارتك للأمم المتحدة وترأسك لمجلس الأمن على أنها محاولة لإنهاء ما سمي بعزلة لبنان أو لفك عزلة لبنان. البعض رأى أيضا ربما فترة سماح لك شخصيا، ربما أيضا للحكومة اللبنانية. كيف تصف نتائج الزيارة حتى الآن؟ ما بخفي عنك أنه سئلت مرارا عن عزلة لبنان، فأنا بقول دائما لبنان لا يعزل ولا أحد يستطيع أن يعزل لبنان. لبنان تاريخه دائما متفاعل، دائما لبنان هو همزة الوصل بين الشرق والغرب، لبنان دائما موجود بكل محفل دولي، وبالتالي لا أحد يستطيع أن يعزل لبنان. من هون كنت أضحك لما يقولوا أنه في عزلة، ما في عزلة بتاتا. دائما نحن عم نشوف شو دور لبنان. يعني اليوم أنا وقت نكون عن سعادة أمين عام الأمم المتحدة ويشيد بالبعثة اللبنانية وإشادة خاصة برئيس البعثة اللبنانية، يعني معناتها لبنان موجود ومتفاعل وفاعل، هيدا هو الأهم. فبالتالي أنا بحط طمن كل اللي بيخمنوا في عزلة، لم يكن يوما في عزلة، ولا لبنان ممكن أن يعزل بتاتا، ولا نجيب ميقاتي أيضا. يعني أعتقد أنه اليوم بهالظرف نجيب ميقاتي رئيس وزراء لبنان، نعم أنا هدفي أحمل رسالة لبنان للعالم وأحكي فيها. اجتمعت بوزيرة الخارجية هيلاري كلينتون وكانت لهم مخاوف كما تعلم بالنسبة لتمويل المحكمة. هل أقنعت الوزيرة بشكل نهائي بأن لبنان سوف يلتزم بالقرارات الدولية وسوف يدفع حصته للمحكمة الدولية؟ حقيقة كان في اجتماع بالأمس مع السيدة كلينتون، وأنا بعتبر كان اجتماع كتير إيجابي. أول شيء عرفنا بعضنا البعض وهواجس عن كل طرف، وكان في نقاش بناء على كل الأصعدة، ومنها طبعا موضوع المحكمة. وقناعتي أنا قلتها أمام السيدة كلينتون وأمام كل حتى في الإعلام، أنا لا أقولها لأجل طرف أو إرضاء طرف، أنا أقولها لأنني نابعة من مصلحة لبنان. هذه مصلحة لبنان أن يتبع قرارات دولية ويحترم قرارات دولية وينفذ قرارات دولية. فبالتالي اليوم هذا الموضوع تبع المحكمة متعلق بقرار دولي، ونحن بدنا ننفذ قرار الدولي. نعم قلت لها بصراحة أنني سأسعى أمام حكومتي أمام بهذا الموضوع، وسأسعى جاهدا، وأنا مطمئن لأنني لا أعتقد حدا داخل الحكومة عندما أتحدث عن مصلحة لبنان أعتقد أنه ضد مصلحة لبنان. فآمل أن تكون العبرة في النهاية لما في خير الوطن وخير لبنان. ولكن دولة رئيس شركائك في الحكومة يقولون بأنهم لا يؤيدون قيام لبنان بتنفيذ هذا الالتزام الدولي. هل إلى أين يمكن أن يصل إصرارك كرئيس حكومة على هذا الموضوع؟ هل يمكن أن يصل لحد الاستقالة؟ صراحة ما هو الهدف؟ الهدف القيام بالتحويل، ليس الهدف صح. هو يعني أنا لو بدي أفكر اليوم بالاستقالة أسأل نفسي لماذا قبلت بكل بحمل كرة النار. أنا أقولها كرة نار كل مرة رغم أني أنتقد من البعض. أنا أحملت كرة النار لكي أجنب لبنان ما أراه اليوم بهذه الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة. حملت كرة النار لكي بإذن الله أن أقود لبنان إلى شاطئ الأمان. اليوم الهدف هو القيام بواجبات لبنان بالقرارات الدولية، ليس هدف الاستقالة. فبالتالي أنا سأقوم حتى آخر لحظة بما أراه مناسبا، وأكون مرتاح الضمير من أجل وطني ومن أجل مواطني. بعدها لكل حادث حديث. إلى أين وصلتم مع الأمريكيين بالنسبة لبرامج المساعدات الأمريكية إن كانت اقتصادية أم عسكرية إلى لبنان؟ كما تعلم هناك مواقف قوية في الكونغرس الأمريكي ضد التسليح، استئناف تسليح لبنان بسبب وجود حزب الله بشكل قوي. يعني أقولها بصراحة أنني كنت مرتاحا بالأمس بالنسبة للمساعدات للجيش اللبناني، وخاصة أن قائد الجيش سيقوم بزيارة في مطلع الشهر القادم إلى واشنطن والبحث مع القادة العسكريين بالمساعدات للجيش اللبناني. فرأيت أيضا عند السيدة كلينتون كل تأييد لمتابعة هذه البرامج إن كانت عسكرية أو كانت اقتصادية، والمساعدات التربوية والمساعدات الاجتماعية. فأعتقد أن كل ما كان في الماضي كان غيمة صيف، العلاقة جيدة، الأمور الأساسية لا تزال مستمرة، ونحن أنا بالنسبة لي كرئيس وزراء لبنان حريص جدا على تمتين العلاقات مع كل دول العالم وطبعا مع الولايات المتحدة الأمريكية. دكتور رئيس، كما تعلم وزارة الخزينة الأمريكية فرضت عقوبات على فرع المصرف التجاري السوري في لبنان. ما يهمني هو الشق اللبناني والمصارف اللبنانية.
نعم تحدثت مع سيدي كلينتون بما يتعلق بالمصارف اللبنانية وكان الأمر واضح جدا أن المصارف اللبنانية تعي تماما واجباتها بهذا الخصوص ولن تقوم بأي عمل شاذ يخرج عن الإرادة الدولية ضمن هذا الموضوع. لا تتوقع أي تكرار للعقوبات التي فرضت على المصرف الكندي اللبناني؟ ولا هذه كانت حالة شاذة؟ لا، كان يوجد حالة معينة. اليوم أقول حتى الآن لا توجد أي حالة ضمن هذا ضمن إطار قطاع المصرف اللبناني، وأقولها بصراحة كنت مرتاح بالمناقشة ضمن هذا الإطار مع سعادة وزيرة الخارجية الأمريكية. دولة الرئيس حذرت في بعض لقاءاتك في نيويورك من مضاعفات استمرار المأزق الفلسطيني الإسرائيلي، وطرحت في لقاءاتك الثنائية وسمعت أيضا ربما مع وزيرة الخارجية مسألة أو ضرورة إحياء المبادرة العربية التي تبنتها القمة العربية في بيروت سنة 2002. إذا بحثت هذا الموضوع مع هيلاري كلينتون ما كان جوابه؟ الحقيقة الموضوع الفلسطيني، لبنان بعتقد ما قصر يوم مع القضية الفلسطينية، ولبنان دائما جانبا إلى جانب مع الأخوة الفلسطينيين. وأنا التقيت في الصيف في شهر رمضان خلال زيارته إلى لبنان للأخ فخامة الرئيس محمود عباس، وكنا تفاهم كامل، نحن يدا بيد كما يشاء الفريق الفلسطيني، وما يريده القادة الفلسطينيون نحن معهم، نحن معهم دون أي شيء. اليوم عم بيقدموا عم بيقولوا نحن بدنا اعتراف فينا كدولة بالأمم المتحدة. يعني أنا لسخرية القدر، وحقيقة يعني أشعر بحزن أنه كمان عم نستكتر عليهم اعتراف إليهم في دولة بمجلس الأمن يعني أو بالأمم المتحدة. شو يعني اعتراف؟ يعني هذا أمر معنوي أكثر من أي أمر آخر. حتى الأمر المعنوي عم نستكتر على الفلسطينيين، فلبنان بجانبهم وسيستمر بجانبهم وسيكون خير من يدافع عن هذا الأمر لي من أجل الاعتراف بهم كدولة في الأمم المتحدة، والاعتراف بهم بإذن الله باستعادة أرضهم وجعلهم بالعيلة. هذا الأمر حاصل الموضوع. اليوم أنا قلت أن الواقع اليوم سنصل إلى طريق مسدود ضمن هذا التشنج الحاصل. أمام هذا الطريق المسدود ما هو الحل؟ الحل إعادة إحياء مبادرة السلام العربية التي أطلقها الملك عبد الله بن عبد العزيز في قمة بيروت، وأعتقد أن هذا يجب إعادة بعث هذه الخطة بكل هذه المبادرة من الجانب الأمريكي بالذات للقيام بالضغط على إسرائيل، والدول العربية عليها أيضا بعض الواجبات بالاتفاق مع الأخوة الفلسطينيين لكي نضع هذه المبادرة على الطاولة، وأن تكون هذه المبادرة في موقعها الصحيح، لأننا جميعا إذا كنا يعني حقيقة عم نحكي بصدق نريد حل. وأنا لا أزال أعتقد أن هذه المبادرة التي أطلقها الملك عبد الله هي صالحة للحل كما كانت في عام 2002 ونالت إجماع عربي في القمة العربية، والرئيس أوباما أيضا اعتبرها أحد المرجعيات. صحيح. المرجعيات. وأيضا خلال مؤتمر دول التعاون الإسلامي أكثر من 50 دولة إسلامية وافقت، فإذا لها الغطاء المطلوب. علينا أن تقوم قوة الدفع لنضعها في مكانها الصحيح. هل لقي هذا الموقف صدى إيجابيا من الجزيرة؟ أعتقد نعم، وربما سيترجم ذلك قريبا. بما أننا نتحدث عن الولايات المتحدة، كما تعلم واشنطن قلقة بعض الشيء بالنسبة لأي نزاع يمكن أن ينشأ بين لبنان وإسرائيل بالنسبة لتحديد المنطقة البحرية التي يريد لبنان أن يستثمر احتياطات الغاز الطبيعي فيها، وحثوا كما سمعت الحكومة اللبنانية على ضرورة الوصول إلى ترسيم إلى هذه المناطق مع قبرص ومع إسرائيل بشكل غير مباشر من عبر الأمم المتحدة وواشنطن. هل 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 أثير هذا الموضوع خلال زيارتك؟ لا، لم يظهر مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن نحن في لبنان استعنا مع الخارجية الأمريكية بالبحث ببعض المواضيع المتعلقة بالخطة بالمنطقة. لبنان حدد المنطقة الاقتصادية الخالصة، ولبنان حدد منذ أسبوع مجلس وزراء بمرسوم الإحداثيات المطلوبة لهذه المنطقة. يوجد اليوم بعض الخلاف البعض خلاف بتحديد هذه المنطقة بحدودها الجنوبية. هذا الخلاف يمكن أن يحال بسهولة بالاتصالات المستمرة بيننا وبين قبرص
لحل هذا الموضوع. ولكن اليوم خلال اجتماعي مع وزير خارجية تركيا وجدنا أيضا أن الموضوع حتى مع قبرص لم لا يحل تماما، لأن أيضا يوجد القبرص التركية لديها بعض الحقوق بهذا الموضوع. فمعالي وزير الخارجية التركي اقترح أن تتألف لجنة من الأمم المتحدة وقبرص التركية وقبرص اليونانية لحل هذا الموضوع. طالما حلها في اللحظة التي يحل فيها هذا الموضوع وتصبح قبرص نتعامل معها كوحدة متفق عليها يمكن فورا حل الموضوع الخط الجنوبي، لأنه يوجد اتفاق بينه وبين قبرص على تحديد الخط الجنوبي، فبالتالي يحل فورا. وبإذن الله لا أعتقد أنه يوجد إشكال بهذا الموضوع، ولكن نحن نعلم إذا إسرائيل أرادت أن تقوم بالتعنت المستمر نعم سيحصل إشكال، ومن هنا نريد تدخل الولايات المتحدة الأمريكية للضغط على إسرائيل لكي لا تكون هذه النقطة نقطة خلاف مستقبلية. فاصل قصير نعود بعده لمتابعة هذا اللقاء الخاص مع رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي، فابقوا معنا. أني كنت على طيارة إفون ميراج صناعة فرنسوية، كانت من أحد الطراز في وقتها. لما جاني أمر الضرب جاني إحساس قوي مفاجئ، وفعلا حسيت بطني توجع فيها. طلبت منهم يعودوا لي الأمر، لكن طلع اللي سمعته مضبوط. يبوني نضرب ولادي بلادي، ما قدرتش نديرها. كيف؟ مستحيل. من غير تفكير مشيت وطرت على هني مالطا، عارف روح ما نقدرش نديرها، ما نقدرش نضرب ولاد بلادي. بعدين اتجوزت وقلت من نقعد هني خلاص. يمكنك تحميل ومشاهدة العربية مباشرة على الايفون والايباد. أهلا بكم إلى هذا اللقاء الخاص مع رئيس وزراء لبنان نجيب الميقاتي. كان للولايات المتحدة تحفظات ولا يزال لها بعض التحفظات على جدوى وفعالية وجود لبنان كعضو في مجلس الأمن الدولي، وقالوا أن لبنان يفتقر إلى قرار مستقل، وخاصة عندما تتعلق الأمور بالتصويت على قرارات تتعلق بإيران، بحزب الله، بسوريا وبقضايا أخرى من هذا النوع. يعني أنا أتمنى من كل شخص يتحدث عن لبنان أو عن مسؤولين لبنانيين أتمنى أن يحكم على الأفعال. اليوم اجتمعت مع المجموعة العربية في مجلس الأمن في هيئة الأمم في الأمم المتحدة، وكان حديث يعني عن دور المميز التي تقوم به البعثة اللبنانية في 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 الأمم المتحدة وخاصة في مجلس الأمن، عن دور الفريد الذي يقوم به مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة الدكتور نواف سلام. يعني حتى سعادة الأمين العام أشاد بهذا الدور. حتى اليوم عندما سمعت الكلام اللي صدر عن مندوب الليبي عن ما قام به لبنان خلال الدور أعي تماما الدور اللبناني. قال لو لم يكن يوجد لبنان لما أخذنا حريتنا، لأن لبنان يعي ويعرف معنى الحرية. فكل من يكيل أو يقول أو يعطي اتهامات للبنان مسبقة نقول أحكموا على الأفعال. ولكن كما تعلم يعني مسألة لبناني أبي نفسي عن القرار المشهور، وأيضا يعني قضايا مثل إيران، يعني مثل سوريا، حزب الله، يعني قضايا من النوع هذا، يعني يجب أن نعترف أن لبنان أيضا لبنان تحت ضغط قوي من سوريا وحزب الله. ينأى بنفسه. نحن كان هذا النائي مصدر للتهنئة على هذا المخرج من كل الأطراف، من كل الأطراف، من الأطراف الغربية والولايات المتحدة الأمريكية والطرف السوري. فبالتالي يعني نحن يعني خلينا نكون واضحين، لنا في أولويات. الأولوية الوحدة الداخلية والسلم الأهلي اللبناني. أي أمر لبنان مع القضايا الدولية الأمور متشابكة مع بعضها البعض. أي أمر يؤثر على وحدتنا الداخلية نعطي أولوية للوحدة الداخلية. إذا لم يأثر على الوحدة الداخلية لبنان يتصرف بما يقتضيه دوره التاريخي بكل موضوع على حدة.
سؤال المحور هلا. مختلف القوى الإقليمية والعالمية أدانت الممارسات القمعية للنظام السوري ضد المدنيين السوريين، ولكن لبنان يبدو وكأنه يغرد خارج هذا السرب الدولي. وزير خارجية لبنان قال سنقف مع سوريا بغض النظر عن أي شيء. أنتم تقولون لا نستطيع أن نتحدث عن الوضع في سوريا لأنه يعتبر تدخل في الشأن السوري. دولة الرئيس كما تعلم سوريا هيمنت على لبنان لثلاثين سنة ولا تزال تؤثر على القرار في لبنان. ما الذي يدير إذا قال رئيس وزراء لبنان أو رئيس لبنان أننا كدولة ديمقراطية نقف مع تطلعات الشعب السوري بالديمقراطية والحرية؟ نحن عم نقول ماذا يدير، أنا أقول ماذا ينفع. ينفع أنه يعكس، ينفع أنا لدي شعب رئيس دولة ديمقراطية منتخب، شعب أنا لي هذا شعب شقيق لي عواطفي الشخصية، ولكن بنفس الوقت أنا رئيس الجمهورية اللبنانية، أنا يهمني وحدة شعبي وعدم إضافة جديدة على الفرز الذي يحصل في لبنان. أنا المهم لدي اليوم بالوقت الحاضر ومن سلم أولوياتي المحافظة على هذه الوحدة. أنا إذا قلت أنا مع أو أنا ضد أو الآخر قال مع أو ضد، هل يستطيع أن يغير شيئا في الواقع السوري؟ لا نستطيع أن نغير. فلماذا يجب أن لنكن لماذا لا يستثمر لبنان في المستقبل؟ هذا النظام لن يبقى في الأبد في سوريا. نحن على سنوات وسنوات وعقود نقول رجاء لا يتدخل أحد في شؤوننا، ولكن الجميع يتدخل في شؤوننا. فلنكن قدوة ولنكن المثل، عدم تدخلنا بشؤون الآخرين لكي في المستقبل لا أحد يتدخل في شؤوننا. نحن اليوم في لبنان ندير كل أمورنا بأنفسنا، ونعي تماما كل المخاطر التي تحيط بنا، ونعي تماما دورنا في المنطقة. وبالتالي أنا دوري اليوم أن أحيد الواقع. يوجد خصوصية بالعلاقة اللبنانية السورية، ليه عم تخبط إصبعنا؟ يوجد خصوصية شعبية، خصوصية صح. لفترة طويلة تاريخية ثقافية حضارية صح. طيب هذا الأمر لا أحد يعرف به أكثر منا نحن كلبنانيين. فبالتالي رجاء أنه يعني علينا أن نحمي جبهتنا الداخلية، وهذا هو الأساس. ولكن بكل صراحة دولة الرئيس، هل تعتقد أن لبنان قادر على أن يقيم علاقات صحية متساوية ندية مع سوريا بأهميتها التاريخية والثقافية والحضارية للبنان، إذا لم يكن هناك نظام ديمقراطي يحاسب ويساءل في دمشق؟ أنت كممثل لدولة ديمقراطية يجب أن تقول ذلك. كدولة ديمقراطية علي أن أبني علاقة جيدة مع ما يريده الشعب السوري. نحن لا أنا في الواقع الشعب السوري كله يريد تغيير. لا يعني لا يمكن أحد أن يتحدث باسم كل الشعب السوري. لا أريد أن أدخل بهذا الموضوع. لا أحد يتحدث بكل اسم السوري. نعم يوجد حالات، ولكن هذه الحالات ليس يمكن أن نعمم ذلك. متى كان آخر اتصال لك مع الرئيس بشار؟ في الواقع سئلت عن هذا الموضوع عدة مرات خلال وجودي هنا. آخر اتصال يعني لم أزل سوريا منذ فترة، منذ قبل تكليفي، يعني منذ نهاية العام الماضي. نعم حصل اتصال في الفترة الأخيرة في مناسبة اجتماعية أو معايدة كما أعتقد، وهذه هي كانت اتصالات هاتفية؟ اتصال هاتفي بمناسبة العيد أو مناسبة حلول شهر رمضان، وهذه كانت ولم تحصل أي اتصال آخر، وكان اتصال شخصي بمناسبة اجتماعية وليس سياسي أبدا. دولة الرئيس، تركيا دولة محورية وليست سياسية، ولكن هذا لا يمنع أن يكون لنا اتصال سياسي. طبعا ولكن السؤال لم يحصل صح. تركيا تلعب دور إقليمي كبير ومتزايد. تركيا استثمرت كثيرا في سوريا سياسيا واقتصاديا. أردوغان كانت له علاقات طيبة مع الرئيس بشار الأسد، والآن نرى أن رئيس وزراء تركيا يقول أن نظام رئيس بشار الأسد لن يبقى على الحياة لوقت طويل. أنت اجتمعت بوزير خارجيته وهو مهندس السياسة الإقليمية التركية أحمد داود أوغلو، هل ناقشتم آخر المواقف التركية بالنسبة لسوريا مع يعني داود أوغلو؟ الحقيقة كان حديث شامل. تحدثنا عن كل وضع في المنطقة، كما قلت تحدثنا عن موضوع المنطقة الاقتصادية الخالصة، وأخذت الحيز الكبير من الحديث بالعلاقة.
ثم تحدثنا على العلاقة الثنائية بين البلدين، والحمد لله العلاقة مع تركيا علاقة جيدة. طبعا عرضنا الواقع في المنطقة لأن هذا الأمر يهم تركيا كما يهم لبنان. وأنا أقول دائما أن الانفجار عندما يحصل في سوريا لن يبقى في داخل سوريا، فهذا الانفجار سيكون انفجار خارجي على دول المنطقة، وبالتالي الكل سيتأثر والكل له اهتمام بسوريا، لموقع سوريا الجغرافي وللاستقرار في سوريا هو أساس لدينا جميعا. فكان لنا حديث مطول بهذا الموضوع، والكل يعلم أن اليوم ما صرح به الرئيس وزراء تركيا وقد شرح لنا مسببات هذا القرار ومعالي وزير الخارجية. دكتور رئيس، كما تعلم هذا موضوع حساس أيضا، تصريحات في شيء حساس في المنطقة صحيح. تصريحات البطريرك الماروني بشارة راعية في باريس بالنسبة لحزب الله، الرئيس الأسد، حديثه عن أن الغرب يحاول تفتيت المنطقة، أثار جدلا كبيرا في لبنان وفي الخارج وفي واشنطن، وربما كلفته لقاء كان يفترض أن يتم أو يحتمل أن يتم مع الرئيس باراك أوباما. أنت زرته في بكركي وبعد ذلك خرجت وقلت أنك تؤيد مواقف البطريرك، يعني أنا تساءلت ما هي المواقف التي أيدها نجيب ميقاتي وصرح بها شارع الراعي؟ أولا أنا زرته في الدمان وليس في تركيا. أنا بعيد واشنطن. والموضوع الثاني هو أنا قلت أننا دائما لنا ثقة بحكمة غطة البطرك، ولم أقول أنني أؤيد أو أعارض. أنا أحترم الحديث عن الحكمة، يعني أحترم المقامات، فهذا الشخص في هذا المقام صحيح المقامات كبطريرك المارنة في لبنان حتما هو لديه الحكمة، فكنت دقيقا بهذا الموضوع، لم أدخل بجدل سياسي معه، ليس هو الطرف الذي سأدخل معه بالحوار السياسي. شرح لي ما حصل معه بفرنسا وقال أن يجب إزالة المبررات لوجود السلاح، يجب نظر بهذه الموضوع، كل هذه المواضيع التي تحدث عنها. فمن الطبيعي أنني أنا كسياسي لبناني بزيارة حضرة غطة البطرك أن أتحدث عن حكمته. وأتمنى لو كان بإمكانه أن يشرح هذا الموضوع أكثر، فأعتقد أن اللبنانيين سأقول بكل صراحة ما طرحه هو الواقعية السياسية، حكى واقع والواقع السياسي، وأحيانا ضمن الواقع السياسي طبعا يكون تجاذب معين طرف مع طرف ضد، ولكن أنا أحترم المقام، وأنا بكل الأمكان أحترم المقامات بشكل عام. كلنا نحترم المقامات الدينية، ولكن يعني ربط سلاح حزب الله بحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين يعني إعطاء حزب الله سلاح مفتوح إلى الأبد أو إلى أبد مفتوح، يعني هذا موضوع سياسي ولا يتحدث بهذا المقام الكبير الذي يحترمه كل لبناني أو يفترض. له وجهة نظر، لي وجهة نظر، تحدثنا بها سوية، وأنا أفضل أن أبقى بهذا الموضوع لكي أحافظ على هذا المقام. كيف تصف علاقتك بسعد الحريري الآن؟ صراحة أنا لا يمكن أن أشخصن أي علاقة مع أي فرد، فهذا الموضوع ليس شخصي بالنسبة لي. الموضوع اليوم له موقف، أنا أبقى أحترم الأخ سعد الحريري، له موقف فهو حر في موقفه، ولكن أنا لا يمكن أن أتجاهل أن لسعد الحريري دور دائم في السياسة في لبنان، له وجوده، له موقعه، وأتمنى أن يكون دائما فاعلا على الساحة السياسية اللبنانية. عندما تراقب الانتفاضات العربية، وأنا لا أسميها بالضرورة العربية العربية، ولكن عندما تراقب هذه الانتفاضات العربية، ما هو الذي يخيفك فيها، وما هو الذي يعطيك الاعتقاد بأننا الآن في مرحلة مفصلية وبأن بعض الدول العربية سوف تبدأ بالفعل مسيرتها الطويلة؟ ما يخيفني أمرين، ماذا بعد، وهل حقا ما هو بعد سيكون الإشراقة الحقيقية التي نتمناها للأمة العربية؟ هذا الأمر لست بعد حتى الآن مطمئنا كثيرا لهذا الأمر، آخذا بعين الاعتبار احترامي للشباب العربي، إدراكي تماما لطموح هذا الشباب، وأنا مؤيد لهذا الشباب، ولكن حتى الآن أنني في نفق لا أرى نهاية النفق حقا. أنا أقولها بصراحة وحقيقة، ماذا بعد، وهل هذا هو حقيقة
الحل المنشود، وأخشى أن يأخذ كثيرا من الوقت كمان بكثير من الوقت يسبب بهجرة إضافية من العالم العربي، وخاصة هجرة من؟ هجرة الطاقات وهجرة القدرات وهجرة الطبقة المتعلمة، فمن يبقى؟ هذه الأمور التي حقيقة أخشاها وتخوفني. دولة الرئيس نجيب الميقاتي، شكرا. الله يخليك.